السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مليح؟ نتمنى ان شاء الله كلشي تكونوا مزيانين، تكونوا مليح. كنشكر كاع اللي كيدخلوا عندي للقناه الصغيره للقناه الكبيره، كاع اللي كيفرج فيا كنشكروه. كنتمنى التوفيق الكامل للجميع اللي كان عندهم القنوات، كنتمنى ان شاء الله يطلعوا تبعوني هذا النهار حتى الاخر. انا قلت لكم الحاجه اللي غندير غنشاركها معكم، غادي ندير الكبده الدجاج. ها هي عندي هنايا، راني غسلتها وغادي نديرها، نديرها الطريقه اللي كنديروا لها حنايا، كل واحد الطريقه ديالو، كل شيء كيعرف يدير الكبده، غير بغيت نشاركها معكم. غادي نديروها هنايا، غادي نديروا عليها الماء، وغادي نعصروا عليها الليمون باش ما تكحلش، نقطعوه ونرميوه معاه. غنديرو يطيب، غنديرو تغلي، نديرها في الماء على النار، غنديروها بهذا الماء والليمون حتى تغلي، كيقلعها كلشي داك الكحوليه، وغنرجع معاكم. هي دابا داك الكبده رديناها كتغلي، شوفي شوفي الوسخ اللي رمات، شوفي كتغلى مزيان مع الليمون، عاد نقلعوها نغسلوها ونقطعوها. شوف شوفوا الوسخ، شوف شوف شحال فيها الوسخ، كيقلع داك الميكروب كلشي كيقلع بها، ونغسلوها بالماء ونقليوها. ها هي دابا داك الكبده سلقناها في الماء والليمون وغسلناها، شوفوا. ودابا غادي نقطعوها، انا غندير معها غير الزبيب والكبده نتاع الدجاج، وغادي نزيد الملح، التوابل، القزبر، المعدنوس، نشدوها هكا بسم الله. كيعجبني انا غير نخدم ونسكت، ما كيعجبنيش نهضر بزاف. هي ملي كتسلقوها في الليمون والملح، هي فيها داك الوسخ بزاف، ملي يسلقها في الليمون والملح حسن، اللي كيديرها هكا خضر كتكون فيها الريحه، ما كتجيش بنينه. والمهم غنشدها انا هكا كامله، نقطعها ونرجع معكم. دابا حنا شعلنا، درنا المقلاة، نديرو شوية الزيت، الزيت لحساب، ما نعطيلكمش العبار. بسم الله. دابا غانا نديرو هاد الكبدة هنايا، غادي نزيدو شويه التحميره، شويه ماشي التحميره، شويه زعفران، غير شويه، غادي نديرو الملح على حساب الذوق، وغادي نشحروها في هذا الزيت، نخليوها تشحر مزيان.
دابا غادي نزيدوا عليها المعدنوس والكوسبر غير شويه ماشي بزاف، وغادي نزيدوا عليها هذا الزبيب وتشحر معها مزيان. غنشحرهم مزيان مع هذاك الزبيب وهذا المعدنوس والكوسبر، انا غادي نزيد معاها التحميره الحاره، نزيد معها حتى شي حاجه اخرى، ايوا شويه التحميره الحاره، اللي بغى يدير التحميره حلوه يديرها، انا غندير معها غير الحاره وصافي، اللي بغى يدير معها الزيتون يدير معها، اللي بغى يدير الطوماطيش الخضره يديرها معها، ماشي لاصوص الطوماطيش، طوماطيش عادي، المهم انا كتعجبني في الزبيب و هاد الطريقه اللي درتها كتعجبني بيها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. غنقص البوطة ونخليها تشحر مزيان، ها هي كيبدا صافي تشحر، تحيدها كتخرج بهاد الطريقة ولا كتخرج منينة. دابا غنقدموها في الطبسيل، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. المهم هذه هي الطريقه اللي كندير لها انا، كتجي بنينه كتجي زوينه. بنان اللي بغى يزيد يزيد معها بطاطا فريته شلاضه، هذا الشيء راه ضروري غادي نزيدوها معها. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، الى عجب لكم هذا الفيديو ما تنساوش الاشتراك وما تنساوش اللايك وصيفطيه لاصدقاء ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله.